عماد اسماعيل الى وزارة الزراعة، واقول اهلا وسهلا بيك يا استاذ عماد. استاذ عماد بعد اذنك اسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ ازي حالك؟ الله يخليك، ايه اخبارك عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك وبيعني خير. تحت امرك تحت امرك. احنا بنتكلم عن مشكلة بتاعت هيئة التعمير على القرار الصادر بنقلكم خارج الهيئة، هل هو نزع الفتيل ولا هو إثارة لمشاكل قادمة؟ والله حقيقي، والله حقيقي ما اقدرش اقول ان هو إثارة، ولكن احنا ما اعرفش ايه السبب. حضرتك طبعا اخر حلقة كنا مع سيادتك في برنامج الدوار في 30/3 عرضنا ملف الارض بالكامل بجميع المسندات القانونية اللي بتأكد حق العاملين اللي من قرار وزاري ومجالس إدارة، والموضوع كأنه لما وصل للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومجلس الوزراء، ونتعامل بكل شفافية بالمسندات، وتقدمنا الطلب لمعالي الدكتور عز الدين أبو ستيف لما شرفنا بتولي الوزارة عشان نهنيه بتولي الوزارة ونعرض عليه الملف بكل شفافية بدون إساءة لأحد أو طرف أي قائد من قيادات الهيئة. يعني فوجئنا ان بدل الطلب ما يقبل متحدد ميعاد بمقابلته، صدر لنا قرار في 11/7/2018 بنقلنا اجراءات خارجيه، في حين انه وفقا لاحكام القانون ووفقا لقواعد العداله ان ما يتمش النقل لما يكون هناك مخالفه من قبل العامل بناء على انتهاء تم اجراءه او تم تلبسه بجنايه او بتاعه، ولكن ده ما فيش حاجه حصلت. اللواء محمد حلمي راجل على مستوى الشخصي له كل احترام وتقدير، وله طبعا مجهود وملحوظ في موضوع ملف ارض العاملين، ولكن المذكره اتعرضت ليه على سياده الدكتور وزير الزراعه، ورغم ذلك برضه استجبنا للطلب لتنفيذ القرار وقدمنا بتظلم وفقا لاحكام القانون لمعالي الوزير. طلبنا فيه حاجه واحده بس، احنا مش بنندم على النقل في قراره، كان القرار ده شرف لينا ان نتنيل بيه، لا احنا مرتشين ولا نصابين ولا بندعي الكذب ولا نفترع على حد، احنا معانا ملف كامل من الممكن بالحضور به من اي جهه سياديه واي جهه قضائيه نيابيه عامه امن دوله رقابه اداريه النائب العام كما ادعينا، وطبعا ما نتكلمش الكلام ده فراغ، معانا مستندات حضرته، وقدمنا تظلم كنا طلبنا فيه ان تاجيل تنفيذ القرار وعرض الموضوع للنيابه، لو في تقصير او في اي مخالفات يبقى النيابه تقول اقوالها يتم فيه تحقيق. جات لي معلومه من ساعه او من ساعه و10 دقائق ان تم احال الموضوع للهيئه، ما اتخذش فيه قرار. عشان كده انا برجو، وطبعا احنا عايشين احترام لكل الزملاء في الهيئه وفي المناطق التابعه لها طبعا، ووقفوا معانا بجانبنا مشاعر طيبه وجميله منهم طبعا، وعايزين يقفوا عشان خاطر يمنعوا تنفيذ القرار. انا بطلب منهم لا احنا ما نقفش عشان خاطر انتوا ناس محترمه وبنتعامل في ظل حكومه محترمه وقياده هيئه برضه محترمه، ان كانهم عرضوا مذكره بطريقه خاطئه هناك ممكن الصواب. وبطلب من معالي الدكتور وزير الزراعه، طبعا احنا عارفين هو لسه متولي المنصب الجديد ومبروك عليه والمشاغل والضغوط عليه، يسمح لنا بمقابلته وعرض الملف ارجاء تنفيذ قرار النقل، واطلب منه وبقررها رجاء من معاليه احاله الموضوع للنيابه الاداريه او النيابه العامه اذا كانت هناك سمه مخالفه من مخالفه صدرت من الساده المنقولين، لان حضرته النقل دوت بيترتب عليه من الممكن حرماننا من الارض اللي احنا من حقنا فيها من 2007 11/7 ل 2018 11 سنه. ليه ده لو في اي تقصير مغفى على استعداد لقبول اي جزاء وتنفيذ قرار النقل؟ وصلت رسالتك يا استاذ عماد، بشكر الاستاذ عماد اسماعيل المحامي بهيئه التعمير واحد المدارين من موضوع الارض.